بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد شرحنا في الحصة الماضية من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics من الدرس الثاني لعنوان Pure Substance. كنا قد عرضنا الجداول وكيفية استعمالها. كنا أيضا قد وصلنا إلى تقسيم الجدول إلى ثلاث أبواب رئيسية: الباب الأول اللي فيه Saturated Water، الباب الثاني اللي فيه Superheated Vapor، الباب الثالث اللي هو Compressed Liquid. قلنا إنه كيفية قراءة الجداول يلزمنا أولا معرفة خاصية الماء، فمثلا نعطى ضغط ودرجة حرارة، فيلزمنا هنا إما عندي طريقتين لمعرفة حالة الماء، إما إني نثبت الضغط ونشوف درجة حرارة الإشباع عنده ثم قارنها بدرجة حرارة المعطى في التمرين أو في المسألة، أو إني نثبت درجة الحرارة ونشوف ضغط الإشباع ونقارنه بضغط المعطى في المسألة. الطريقين يؤديان إلى نفس النتيجة. فمثلا لو أخذنا ضغط وبحثنا على درجة حرارة الإشباع وقارناها بدرجة حرارة المعطى أو المسألة، لو كانت درجة حرارة المسألة أكبر من درجة حرارة الإشباع فإحنا في حالة البخار، لو كانت درجة الحرارة أقل من درجة حرارة الإشباع عند هذا الضغط فإذا نحن في حالة سائلة. العكس صحيح، يعني لو ثبتنا درجة الحرارة وقارناها بضغط الإشباع، قارنا يعني درجة الضغط المعطى في المسألة بضغط الإشباع، لو حصلناه أقل من ضغط الإشباع فإذا راح يكون في حالة بخارية، لو حصلنا ضغط المسألة أو المعطى في المسألة أكبر من ضغط الإشباع فإذا احنا هنا نحكي على حالة سائلة. كنا ايضا قلنا ان الباب هذا او الطريقة هذه اللي كنت نحكي فيها الحين موجودة في جزئين، يعني في الـ saturated water، لكن لما يكون عندي temperature entry or pressure entry. ايضا كنا قد اشرنا الى انه هنا في بابين اخرين او بابان اخران اللي هما ايش، اللي هما Superheated Vapor and Compressed Liquid. البابان هذا في هذه الحصة راح أيضا نوضحهم باستعمال الكيرف. فهنا الجدول عندي أيضا B1-3 بعد ما شفت أنه عندي B1-1 والB1-2، هذا Saturated Water وهذا أيضا Saturated Water، هذا Temperature Entry وهذا Pressure Entry. يعني أول عمود هنا إما temperature أو pressure. فالجدول حقة الـ B1-3 يمثل لماذا؟ The right of saturated vapor line. فهنا بما أني نحكي على superheated vapor فهو يمثل لي الجزء هذا من الجدول أو من الرسمة، وأيضا موجود بين صفحات 784 إلى 789. أيضا عندي تيبل B1-4 وهو الموجود في الصفحة 790-791، موجود في أي مكان؟ In the left region of saturated water، يعني الجزء هذا من الرسمة. أتمنى أنه هنا نكون لخصت استعمال الجداول. فقط أود الإشارة إلى أنه هنا عندي ثلاث أبواب: الباب الأول saturated water، الباب الثاني superheated vapor، الباب الثالث compressed liquid. saturated water مقسم إلى جزئين: temperature entry and pressure entry، ويلزمني دائما في أي مسألة نمر إما بالباب هذا أو بالباب هذا. نستخرج الفيز حقة الواتر، فإذا كانت saturated water فنستغل في أحد البابين هذين، لو كانت superheated vapor نستعمل الباب الثاني يعني B1-3، لو كانت compressed liquid نستعمل الباب الأخير وهو B1-4. هنا أكون خلصت المحاضرة. فقط أتمنى أن يكون الجداول واضحة، وإن شاء الله في خلال التطبيقات يزيد فهمكم لهذا استعمال الجداول. السلام عليكم ورحمة الله.